ربنا يخليك. اولا انا كنت لسه بتكلم عن سيادتك وبقول كنت يعني صاحب فضل في طرح هذا الموضوع على سيادة الرئيس، ولان بالفعل الضمائر سالكة وطيبة والخير اصلا زي ما بيقولوا على قدوم الواردين، وهناك حقيقة رغبة حقيقية لانقاذ عيون المصريين، كانت الاستجابة الرئاسية بالكرم الذي فاق المبادرة. لكن الاتنين مع بعض مع المجتمع المدني نقدر نعمل حاجة عظيمة جدا. قل لي ازاي جات الفكرة ان انت توصل بيها لسيادة الرئيس؟ خليني في البداية اشكر حضرتك على الاستضافة، وبعتذر عن عدم الحضور النهاردة للسفر، يعني احنا بننسق عندنا شغل بكرة ان شاء الله في البحيرة. لسه بيقول لي هاني، بيقول لي بيقول لي ما تيجي معانا، احنا رايحين البحيرة. فقلت له انا عندي هوا بكرة، فمش يعني فمرة تانية هاجي معاك. اتشرفونا طبعا استحمام دي. انا عاوز بس اقول سريعا هو الموضوع وصل ازاي او جه ازاي، وده اللي حبيت اوضحه بصراحه. الفكره ان احنا الحمد لله اشتغلنا في 2017 من خلال صناع الخير في حمله فيروس سي، وكان شريك معانا رئيسي مؤسسه الكبد المصري الدكتور جمال شيحه، وراجل محترم وعظيم جليل. صحيح. والحقيقه كنا بنحاول على قدر الامكان نعمل مسح طبي كبير على مستوى الجمهوريه. احنا انجزنا في سنه يا استاذ حمدي 600 الف مواطن مسح طبي فيروس سي. وده عدد لما تيجي تحسبه من اجمالي اللي عملته الدوله 5 مليون لمنظمه مجتمع مدني تتعاون مع القطاع الخاص، وبيتمثل في دعم او شراكه ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولي المجتمعات بتاعت القطاع الخاص. ده بينقذ او بيشيل عبء كبير جدا عن كاهل المواطن وكاهل ميزانيه الدوله. الدولة لن تستطيع محاربه فيروس سي لوحدها على الاطلاق. صحيح صحيح. هناك مؤسسات محترمه تعمل على الارض. الاهم بقى بالنسبه لنا ان احنا الحمد لله في مؤتمر الشباب في اسوان عرضنا المبادره على السيد الرئيس، لاقت استحسان وقبول كبير من كل القيادات في الدوله. كان في تعاون مع اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، لان كان بعد ما عمل الانتي بادي او الاجسام المضاده كنت بحول البي سي ار لوزاره الصحه، صرف الدواء كان من وزاره الصحه، فكان في تعاون وشراكه رئيسيه على الارض، وما زالت الحمله مستمره حتى الان، حمله اطمن على نفسك لمحاربه فيروس سي. صحيح. فمن هنا انطلقنا لما نزلنا على الارض واشتغلنا في اكثر من 1600 قريه في كل المحافظات، لقينا ان ضعف الابصار او فقدان البصر لدى المواطنين كارثه اكبر من فيروس سي. مش الحقيقه ان فيروس سي هو المرض الخطير اللي بيداهم المريض ويقضي الى الموت في حاله اهماله، لا، ده البصر هناك ازمه كبيره تواجهنا على الارض في القرى الاكثر احتياجا والاكثر فقرا، ان الطلاب التسريب من التعليم المشروع الاكبر فيه او الخطر الاكبر هو ضعف الابصار لدى الاطفال، هو ضعف الابصار لدى الوالد او الوالده، فالولد يساعد والده انه يروح للمسجد او يروح للارض بتاعته. مظبوط. فبالتالي انا عندي كارثه اكبر يا جماعه، ان انا لازم اخد بالي ان النسب العالميه اللي قالتها منظمه الصحه العالميه دي قد تنبئ لنا بكارثه اخرى، ان اكثر من مليون مواطن معرضين للاصابه بالعمى، 4.5 مليون مواطن عندهم ضعف في الابصار. فبالتالي انا برضو عاوز اؤكد على النقطه هنا، ان الارقام ليست توثيق كامل، لكن هي تبقى حاجات تقريبيه قد تكون ازيد او قد تكون اقل بحاجه بسيطه طبعا. لكن الاهم عندي هنا يا استاذ حمدي ان احنا كنا لازم نتحرك كمؤسسه، لازم نخبط الباب على القطاع الخاص، عشان احنا ما نقدرش نشتغل لوحدنا ابدا. بتبرعات المواطنين طبعا بيسندونا زي ما حضرتك اشرت دلوقتي، اي واحد بتكفل بعمليه يكلف 2000 من 2000 ل 3000 جنيه بينقذ انسان انه يشوف البصر وتاني يرجع له، انه يقدر يشتغل ويساعد اسرته، انه يقدر كانه خد بايده طول العمر، يعني خد بايده يعديه الطريق طول العمر. يعني هو بال 2000 ولا بال 3000 جنيه دولت انت خدت واحد من الضلمه للنور. بالظبط يعني يا فندم. في احسن من كده؟ يعني في احسن من كده خير؟ يعني حاجه عظيمه جدا جدا. الاهم بقى يا استاذ حمدي هنا ان احنا النهارده نلاقي ان الاول ما خبطنا الباب وبدانا نشوف مين القطاع الخاص، توجهنا لاكبر المؤسسات الوطنيه العامله في هذا المجال، وكان ممثلاهم يمكن الدكتوره شيماء ودكتور اسامه عباس والفريق المحترم في احد الشركات الوطنيه المحترمه اللي موجوده. واول تبرع جالنا كان 2500 عمليه، ان الشركه تكفلت بثمن 2500 شركه اوركيديا لصناعه الدواء. كويس. يعني ده حقهم علينا، نحطهم فوق دماغنا من فوق. اي حد يمد ايده عشان بقول لك ياخد واحد من ايده يعديه الشارع للنور، شيء عظيم. شركه تسحب 250 من 2500 من الضمه للنور، شيء عظيم جدا جدا. يا ريت يا ريت يا ريت انا عندي شركه وانا كنت يعني خليتها كلها كده، لان فعلا انا محتاج ده
كمجتمع محتاج ده، كخير محتاج ده. اتفضل يا فندم. الحقيقه ال 2500 دول قد تصل تكلفتهم لاكثر من 6 مليون جنيه. فلما نلاقي اول يوم بنفكر في الحمله ونحط ده تفتح النفس قوي، ده حاجه تفتح النفس طبعا، حاجه تحمس وتخليك انت يعني مزاجك حلو قوي وتخلي الناس كلها تستنفر لهذه الحمله. ده راجل رئيس مجلس اداره الشركه، ده راجل محترم، ده راجل بيفهم يعني ايه الدور المجتمعي للشركه. خليني اقول لك على نقطه حمدي، انا رحت قابلته في اول يوم، رحنا له المصنع وقعدنا معاه، فقال انا مش عاوز اسمي يتذكر كمان، مش عاوز تقولوا الشركه والشركه عملت، انتوا انا بعمل سي اس ار او مسؤوليه مجتمعيه للشركه. حابين تتكلموا اهلا وسهلا، مش حابين ده ما يشغلنيش خالص، انا يهمني ان 2500 مواطن نلحقهم في اقصى وقت. فالحقيقه خرجنا من عنده كلنا كمجلس امنا، كان معايا صديق وزميلي وصاحب المشروع دكتور محمد الواقبي، وفي الحقيقه خرجنا قعدنا نعمل ورش عمل مع الاطباء المصريين، وجبنا اشطر اساتذه في مصر بيشتغلوا في مجال العيون، وكان على راسهم الدكتور محمد هندي، وان شاء الله يكون عند حركة الحلقه كمان شويه. طبعا محمد اشتغل في صديق وزميل واخ اشتغل في افريقيا في حملات مكافحه العمى بشكل كبير جدا، عنده فريق عين العالم اضافه في مصر وفي كل كره مصر شغل عظيم. فالحقيقه بدل ما نتعلم او نعرف ازاي طريقه المسح السليمه، ازاي نتعاون بشكل في معايير جوده، ان المواطن الفقير او غير القادر ده انا مش هعمل عمليه اللي هو اي شيء بسرعه او بتكلفه اقل، لا ده انا هاخد افضل خدمه للمريض، وبالعكس انا لو هيستدعى الامر ان انا في بعض الخبراء بستعين بيهم او الاساتذه الجامعيين، انا هعمل ده للمريض زي ما يكون اي مواطن غني قاعد في بيته، احنا هنعمل للمواطن الفقير ده. والحقيقه ما كانتش الناس مصدقه في الكرة يعني، ما نزلنا اول مره الفيوم، انا اسف اقطع كلامك، لا خلص. انا عاوز اقول لحضرتك الناس كانت بتقول ده جايين يكشفوا وهيمشوا، ده جايين يقولوا لنا انت عندك ميه بيضة ولا زرقاء ولا انت كفيفه، او انا اسف في اللفظ ان انت فقدان البصر ده خلاص الموضوع انتهى. احنا كنا يوم الجمعه بنكشف يا استاذ حمدي في اواخر ديسمبر 2017، في اول يناير كنا بنعمل ما يقرب من 80 عمليه ميه بيضة وزرقاء وحقن شبكيه وزفره وعتمه في القرنيه فالحقيقه المصداقيه هنا بدات تاثر، ان احنا عملنا المشروع كامل بدراسه واستراتيجية واضحة. عظيم جدا جدا.